والله تجربة جميلة جدا، فيها ناس أنا بحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وكل حاجة، وأنا مبسوط إن أنا كنت موجود معهم في التجربة دي، تجربة جميلة. أنا اتنين في مصر أنا بالنسبة لي أكتر ناس بتضحكني في مصر، فأنا مبسوط طبعا إن أنا شغال معاهم، وهم يعني الشغل معاهم إضافة لأي ممثل طبعا. زي ما انت شايفه كده، هو احنا معانا واحد نيرفي زياده، فانا ببقى مبسوط وانا بشتغل مع ثروت، لان ثروت بالنسبه لي كمان اخويا الكبير، واشتغلنا مع بعض مسرح واشتغلنا مع بعض كل حاجه، فاحنا اصلا صحاب بره العمل، يعني احنا صحاب مع بعض، فهو انا بحبه وبحب كوميديته وبحب طريقته يعني بحب الشخص ده. بصي، هو انا مش الفكره، مش دافعت او ما دافعتش، انا بتكلم عن وجهه نظر معينه، انا ما بدافعش عن شخص بعينه او بدافع عن حاجه بعينها، انا بتكلم عن وجهه نظر ما كانتش في موضوع استاذ بيومي او حتى استاذ محمد سلام، انا بقول وجهه نظر عامه، يعني النهارده مثلا انا ما اقدرش اعمل معاكي حاجه ففجاه تنسي لي كل اللي فات عشان انا عملت معاكي غلطه مثلا او حاجه، ما ينفع يعني، انا ما بحاسبش الناس بالقطعه، انا كمصطفى يعني فاهمه، ممكن حد تاني يكون غير كده، انا ما بعرفش اتعامل كده، يعني انا بالنسبه لي لازم اقيم الناس كتوتال، مش حاجه غلطه وخلاص الموضوع ينتهي. لا، ما اعتقدش ان هو ان شاء الله ياثر على العمل، لان الجمهور موجود وواعي وعارف ان احنا في مهنه صعبه جدا، ويعني اكيد الناس بتقدر برضه. مش عاوز احرق لك برضه في الكواليس، كلمني عن التفاصيل الشخصيه. والله انا عامل اخو، لا انا واخد اخت محمد ثروت، بتقدم لها بقى، فثروت بيطلب طلبات كده عجيبه ان شاء الله هتشوفوها في الفيلم، ولغايه ما ربنا بيكرم بقى وبنعمل الفرح وبنجه ان شاء الله باذن الله، عندي حاجه في رمضان باذن الله. بس مش هقدر اقول اي حاجه دلوقتي، والله انتوا عارفين اكتر مني دلوقتي الوضع عامل ازاي، فمش هقدر اقول اي حاجه غير لما ان شاء الله نبدا تصوير باذن الله.